اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من تكنو نايل، برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وايضا كل ما هو جديد ومبتكر من اختراعات وابتكارات علميه مفيده. في حلقه اليوم لدينا موضوعات عديده ومتنوعه، وعلى راس هذه الموضوعات موضوع خاص بابتكار وتصنيع اول قسطره طبيه مصريه. الان نتعرف على الجديد والمتطور في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تقرير الزميل احمد صبحي. ابتكر علماء تقنية حديثة تساعد روبوتات على توقع المستقبل والأحداث، وذلك عبر استخدام التكنولوجيا البصرية. وتسمح التقنية الجديدة للروبوت بتعلم كيفية التعامل مع الأحداث التي لم يسبق حدوثها من قبل، ويمكن أن تساعد السيارات ذاتية القيادة في المستقبل في مجال توقع الحوادث على الطريق وإنتاج روبوتات منازل أكثر ذكاء. ويمكن للروبوتات التي عمل عليها علماء الكمبيوتر من جامعة كاليفورنيا في بيركلي التنبؤ بأداء الكاميرات عند القيام بتسلسل معين من الحركات. وما تزال الأداة الروبوتية الجديدة بسيطة نسبيا في الوقت الراهن، حيث تمكنت من التنبؤ في المستقبل لعدة ثوان فقط. والأهم من ذلك، يمكن للروبوت تعلم أداء المهام دون أي مساعدة من البشر أو معرفة مسبقة. طور باحثون مصنوعات بلاستيكية يتم إنتاجها عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، يمكنها الاتصال بشبكات الاتصال المحلية اللاسلكية واي فاي دون الحاجة إلى إلكترونيات أو بطاريات، وما يعني أن الأجهزة المنزلية يمكن أن تصبح أكثر ذكاء في المستقبل دون الحاجة لتوصيلها بأي وسائل إلكترونية. وأقام الفريق البحثي منظومة تتكون من مفتاح توصيل وهوائي وزون بروك وترس مصنوعة من البلاستيك، ويمكنها امتصاص موجات الشبكات المحلية اللاسلكية وإعادة بثها بغرض الاتصال لاسلكيا بالأجهزة المحيطة بها. وتكمن فكرة التقنية الجديدة في سلك شعيري رفيع مصنوع أيضا عبر تقنية الطباعة المجسمة من البلاستيك والنحاس، ويمكنه الاتصال بهواء الواي فاي لاستقبال وإعادة بث الإشارات. من المؤكد أن البعض منكم جرب أن يحضر مارك زوكربيرغ في شبكة فيسبوك، لكن تجربته باءت بالفشل وظهرت له رسالة خطأ تفيد بعدم تنفيذ ذلك. ووفق فيسبوك، فإن منع حظر مارك أو زوجته لم يكن سوى خلل تقني، حيث إن الفريق التقني عادة ما يفرض حماية على الحسابات التي تتعرض لمحاولات حظر متكررة، وأن أي مستخدم يتم محاولة حظره بشكل ملفت في فترة قصيرة لا يمكن حظره. لكن بعد البدء بإصلاح الخلل التقني، أصبح بإمكانكم حظر أي مستخدم في فيسبوك، حتى مارك زوكربيرغ مؤسس الشبكة الاجتماعية. تصدر الذكاء الاصطناعي قمة مايكروسوفت في سان فرانسيسكو، وأعلنت مايكروسوفت خلال المؤتمر عن تحديث تطبيق ساينج إي إل المتاح عبر أجهزة أبل التي تعمل بنظام تشغيل أي أو إس، وهو تطبيق يستخدم رؤية الكمبيوتر لمساعدة المكفوفين وفاقدي البصر على إدراك العالم من حولهم. ويقوم التطبيق برصد العناصر الظاهرة أمام المستخدم لوصفها له، حيث إنه قادر على التفرقة بين العملات المختلفة، الجنيه البريطاني والدولار الكندي والدولار الأمريكي واليورو وغيرها، وتمييز قيمتها كذلك. كما يمكن التطبيق من قراءة النصوص المطبوعة، حيث يقوم بقراءتها للمستخدم بشكل كامل. ومع إضافة التحديث الجديد باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي، أصبح التطبيق قادراً على وصف أشياء محددة من قبيل لون الملابس، حيث أضافت الشركة نظاماً للتعرف على لون الإضاءة حول المستخدم مع تنبيهه عند الاقتراب من مصادرها.
ستوري بورد تطبيق جديد من جوجل لاستخراج الصور عشوائياً من الفيديو وتحويلها إلى قصص مصورة. بعد تحميل الفيديو يقوم تطبيق ستوري بورد بسحب إطارات صور منه ويرتبها بطريقة القصص المصورة الممتعة. ويتيح التطبيق إمكانية تحديث النتيجة للحصول على تركيبة مختلفة وصور جديدة مسحوبة من الفيديو، حيث تقول جوجل إن التطبيق يدعم 1.6 تريليون تركيبة مختلفة. كما يوفر التطبيق إمكانية حفظ القصص المصورة أو مشاركتها على شبكات التواصل الاجتماعية. أكد خبراء التكنولوجيا أن تطبيق لوحة المفاتيح الذكية EL Type المخصص لأجهزة أندرويد كان مسؤولاً عن تسريب بيانات ملايين المستخدمين. ووفقاً للمعلومات، فإن أنظمة الحماية الضعيفة التي زود بها هذا التطبيق سمحت لقراصنة الإنترنت باختراقه وسرقة بيانات بحجم 600 جيجا بايت من أجهزة نحو 31 مليون مستخدم لنظام التشغيل أندرويد. وأوضح الخبراء أن المخترقين استغلوا نقاط الضعف البرمجية الموجودة في EL Type، حيث تمكنوا من الوصول إلى بيانات الحسابات الإلكترونية للمستخدمين، فضلاً عن البيانات التي تتعلق بالأسماء وأرقام الهواتف والملاحظات الشخصية والمواقع التي كان يتصفحها مستخدم أندرويد. ما يزال الموت الرحيم موضوعاً مثيراً للجدل إلى حد كبير، ولكن الكثيرين يعتقدون أن للأفراد حق الاختيار عندما يتعلق الأمر بإنهاء حياتهم. وفي خضم الجدل الذي يحيط بهذا الموضوع، قام طبيب أسترالي بكشف النقاب عن خطته بشأن القتل الرحيم والتي أطلق عليها اسم ساركو، والذي يدعي بأنه جهاز سيساعد الناس على الانتحار بطريقة غير مؤلمة وفعالة. وما أن يكون الشخص داخل الجهاز حتى يصبح بالإمكان استخدامه عن طريق الضغط على زر التشغيل لاستخدام تفعيل الصور، أو عن طريق سلسلة من طرف العين للمرضى المصابين بالشلل، وعقب ذلك ستبدأ الكبسولة في الامتلاء بالنيتروجين. وبينما يزداد مستوى النيتروجين ينخفض الأكسجين، وبذلك يخسر المريض وعيه تدريجياً ثم يموت بسلام، وفقاً لتصريح نيتشك. مشاهدينا، جرين كيك هو ابتكار خاص بتصنيع حجر بناء صديق للبيئة. هذا الحجر بيتم تصنيعه من رماد الفحم، وهو نوع من أنواع الحجر اللي بيتطابق أو بيماثل الحجر الجيري، ولكن بيكون وزنه أخف وتكلفة تصنيعه أقل. هذا الابتكار سنتعرف أكثر عليه من خلال الحديث عبر سكايب مباشرة مع المهندسة مجد المشهراوي، وهي صاحبة هذا الابتكار. برحب بيكي مهندسة مجد. مرحبا بيكم، كيف بنسير على الاستضافة؟ في البداية يعني عايزة أتعرف منك على ابتكار جرين كيك، وإزاي بدأ التفكير في هذا الابتكار؟ تمام. أول إشي يسعد مساكم جميعا، شكرا كثير، وكثير كثير إحنا يعني كثير بحب الناس بمصر وأهلنا كلهم هناك. اسمي مجد معين مشفراوي، عمري 24 سنة، تخرجت من كلية الهندسة المدنية في الجامعة الإسلامية هون بغزة، وبعدين درست ميني ام بي اي في امريكا، وفي رجعت على البلاد عشان جرين كيك. جرين كيك بشكل مختصر هو عباره عن حجر ما فيش فيه لا حصمه ولا رمل، بيعتمد بشكل اساسي على رماد الفحم، على ثلاث انواع من رماد الفحم الموجوده هون بغزه، من حرق الفحم والخشب ومن مصانع الاسفل. الحجر اللي بيخليه شيء جميل هو انه احنا بنعتمد على اشياء موجوده عندنا في غزه، ما بنحتاج ان احنا نستورد من الخارج اشياء مش موجوده. ايضا بيحل مشكله بيئيه، احنا ما في عندنا اي نظام يعمل ريسايكلينج للاشيز اللي بيطلعوا عندنا هون، فالحجر بيستخدم هاي الاشياء المضره بالبيئه، بيعمل منها نيو ابلكيشن بيستخدمها بمواد بحجار البناء وغيره. في عنا مشكلة كثير كبيرة إنه الناس ما بيقدروا، ما في أكسس للناس على مواد البناء،
بيضطروا يستنوا اسابيع وايام واشهر بيقدروا يحصلوا على اضمان من القطمة والرمل. فالحجر هذا اجى بحل مشكله انه احنا بنستخدم شيء موجود بيسبب مشكله بيئيه، بنفس الوقت بنحل مشكله بحاجه لهي الاشياء. فالحجر ارخص من الحجر العادي، كفاءته ممتازه، افضل من الحجر العادي، وايضا عز لطيفه الحراره ممتازه. هو من المعروف ان الفحم من المواد الملوثه للبيئه، يعني ازاي قدرتوا ان انتوا توصلوا لمعادله تسمح بانه يتم استخدام الفحم اللي هو في البدايه او في الاساس هو ملوث للبيئه ويتم صنع حجر صديق للبيئه باستخدامه؟ تمام. هلا الفحم في البدايه هو مشكله مش فقط عندنا في قطاع غزه، مشكله في كل دوله بتعتمد على حرق الفحم عشان تنتج كهرباء. سنويا ننتج ما يقارب 300 مليون طن، بتصيب 60% دفنها وتسريبها للمياه الجوفيه، وهذه مشكله بتواجهها يعني معظم الدول ايضا مش الناميه، الدول المتقدمه. في البدايه يعني لما نكون واقفين معكم ما فكرنا بالفحم، فكرنا نستخدم الورق لانه عندنا ايضا مشكله كثير كبيره من الورق، انه فينا كميات من المدارس من الجامعات وغيره وغيره. ما نجحت معنا، ما طلعنا بنتائج مرضيه. استخدمنا بعدين الصين، واخر اخر خيار كان عندنا استخدام اللي هو رماد الفحم، لانه لقينا انه في اضمان على 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 في المناطق الشرقيه من قطاع غزه بيتم دفنها، وهذه بالنسبه لنا مشكله كثير كبيره بتواجه المياه الجوفيه ايضا. نعم. طيب هل تصنيع هذا الحجر بيحتاج لتكلفة أو لتجهيزات خاصة، بتحتاج لتكاليف باهظة، ولا بيتم تصنيعه بشكل يعني سريع ورخيص الثمن في نفس الوقت؟ تمام. هلا الحجر بيتم تصنيعه بنفس خط إنتاج الحجر العادي، بيختلف في طريقة خلط المواد، لكن بنستخدم نفس الماشينز الموجودة بالأحجار العادية. يعني نستخدم نفس الميكسرز، نفس المولدينج، نفس الكيورينج، بس اخر خطوه لنا اللي هي مرحله المعالجه اللي هي الكيورينج، اللي احنا بنعالجه بالبخار. لحد الان احنا في صدد تصميم الغرفه اللي حيتم فيها معالجه الاحجار بالبخار، لانه هذه التقنيه مش موجوده عندنا هنا. ايضا انه حاليا بنحاول ندخل ماشينز جديده على البلاد مش موجوده، بتستخدم في الاحجار العاديه وفي احجار الجينتك. الماشينز هذه بتزيد البرودكتيفيتي تبعت الحجر، وبتزيد ايضا كفاءه الحجر وقدرته على التجانس، ان المكونات تكون متجانسه. ما فيش يعني هذا الشيء اللي بخلي سعر الجينتك انه ينزل اقل من الحجر العادي، لانه احنا بنستخدم نفس البرودكشن لاين اللي بنستخدمه في الاحجار العاديه. في رايك محتاجه وقت قد ايه علشان يتم تعميم استخدام هذا النوع من الحجر واستخدامه بنفس الكفاءه والانتشار الخاص بالاحجار الجيريه وغيرها من ادوات البناء؟ طبعا هلا فعليا الحجر بيتم استخدامه بشكل عادي، احنا مش يعني الكباسيتي تبعنا ما بتقدر تبني برودكشن لاين، والوضع الاقتصادي الموجود في قطاع غزه حاليا ما بشجع انه الانسان يبدا بزنس مستقل بالحجر. احنا بنوفي بعض الطلبات عن طريق انه نحن نعمل رينتنج لمصانع البناء العاديه، بنجيب الماتيريال تبعتنا ونشتغل هاي الاحجار. حاليا بنعمل ديزاين، نعمل بلاننج للست شهور القادمه انه احنا نعمل نيو برودكشن لاين مخلوق من يعني مخلوق من الزيرو، مش انه نعتمد على استئجار مصانع ثانيه. هوبفلي يعني بحدود ست شهور يعني وي كان هاف اور اون برودكشن لاين. نقدر نقول انه في معاكي شركاء تانيين في هذا المشروع؟ المشروع بدا كفكره او كبحث برفيقه زميلتي روان، توقفت عن العمل معي بسبب اسباب شخصيه، بعدين كملت المشوار لحالي، وقدرنا نطلع على اليابان ونعمل ريفاينل برودكت، بعدين على دبي، بعدين على امريكا، وهذا الشيء اكسبني كثير كثير قدره هائله انه انا اقدر اكمل المشوار، لكن الطبيعي الانسان بحتاج تيم يشتغل معه. فلهذا الاسف حاليا عندنا تيم في اثنين غير المصنع اللي بنعمل له رينتنج، في تقريبا من 10 ل 12 عامل. هم يعني they are doing great job. انه انا ام جاست مانجينج. احنا عارفين ان انت قدرتي تحصلي على جائزه، الجائزه البرونزيه من الامارات، وهي الجائزه الخاصه بمشروع او بالطاقه لعام 2017. نقدر نقول انه الجائزه دي قدرتي تحصلي عليها نتيجه ايه؟ يعني ايه اللي ميز مشروعك عن غيره من المشروعات الاخرى؟ تمام. هلا جائزة الإمارات أول جائزة، لكن جائزة الإمارات كانت من أفضل الجوائز اللي حصل عليها المشروع خلال فترة حياته.
جائزة الإمارات هي جائزة تطلق اسمها جائزة الإمارات للطاقة، لكن هي عبارة عن 7 كاتيجوري أو عفوا 10 كاتيجوري. إحنا فزنا على عن كاتيجوري اللي هي ريسيرش أند ديفلوبمنت. الجائزة يعني جدا رائعة. الاحتفال بيتم على سمو الشيخ آل مكتوم. يعني الشيء كان يعني جدا رائع، وصرت أصغر حدا بالحفل، والشخص الوحيد صغير فحسيت حالي كثير صغيرة. لكن اللي بقدر أقوله يعني لكن هذا الشيء إنه الإنسان لا هو بسنه ولا بالمكان اللي إجا فيه، الإنسان بعلمه بالشيء اللي قدمه لهي الأمة. نقدر نقول ان الجائزه دي يعني بتخدم مشروعك ازاي هتقدر تديله دفع للامام؟ تمام. اول شيء بدنا نحصل على فند او على جرانت، بدنا نحكي مش على فند، على جرانت من الاماريت سوبرين كونسل، من المجلس الاعلى للطاقه. طبعا الاحتفال كان وجود عدد هائل من الشركات من كافه الوطن العربي. فانت قدرت انك تتعرف على ناس ممكن بالمستقبل يساعدوك في مجال الطاقه، في مجال السستينابيلتي، بمجال الريسيرش، ايضا على جامعات مشاركه على مستوى الامارات. فكان الحفل بالنسبه لك يعني مش الجائزه النقديه اللي اخذتها هي اللي كان معرفه الناس والعلاقات اللي انشاتها خلال هذا الحفل، كانت فعليا هي الجائزه الحقيقيه اللي انت حصلت عليها. نقدر نقول ان الجائزه فتحت لك مجالات او يعني امكانيه لنشر المشروع ده في دول اخرى خارج الاراضي الفلسطينيه؟ فعليا قبل الجائزه احنا فكرنا بنشر هذا المشروع خارج الاراضي الفلسطينيه، وحصلنا على كثير فرص جميله، احدها كان في مصر. الجائزه بقدر اقول ان هي اتاحت لي اني احصل على كونسلتيشن من اكثر من جهه خارج فلسطين او خارج قطاع غزه. الناس هاي قالت انا مستعده ان سبورت يو، انه مستعده انه يعني اشبككم مع ناس مع انفسترز اف يو وود لايك. الجائزه ايضا الجائزه النقديه كانت دفعه كثير كبيره للمشروع انه يبدا يقدر يوقف على رجليه يعني لحاله، مش محتاج لا 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 على سبيل المثال لحدا من هون من غزه انه يعطيه كرنت للفاكتوري تبعه او لحاجه. فكان لسه انه يعني دفع حتى انه التيم يبدا فيه سيوله في التيم، انه احنا حاسين انه في حدا يعني بيقدر جهودنا. نعم. طب نقدر نقول انه حلمك لمشروع جرين كيك في المستقبل ايه اللي بتتمني انه تحققيه، وازاي يمكن ان انت تقدري تساهمي في البناء والتشييد في الاراضي الفلسطينيه وتدفعي هذا المجال للامام؟ اللي حابه اقوله انه جرين كيك بطل عباره عن مجرد فقط حجر. جرين كيك اصبح هو نموذج لشخص كثير تعب لاجل حلمه، والناس كلها حاولت تحصن فيه وتقول له انت اللي بتعمله هذا اسمه جنون. انت شو بتفكر يعني انت يعني انت لازم تستوعب انه انت حدود الله خلقك في قطاع غزه، فلازم تموت هنا. فكان هذا المبدا مربوط بالنسبه لي، لانه مش الحدود هي اللي بتحد قدرات عقل الانسان. الانسان عنده قدرات انه توسع كل هالكون. فالجرين كيك بطل مجرد حجر اللي بينبنى فيه بيوت، الجرين كيك اصبح نموذج لشخص تعب لاجل حلمه ووصل للي بده اياه. نعم. الجرين كيك اصبح نموذج لانه المراه مش لازم تقعد في البيت. نعم. نعم مهندسة مجد المشهراوي، احنا بنشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك كل التوفيق في ابتكار جرين كيك. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ننتقل لموضوع آخر وهو خاص بإطلاق خاصية بيطلق عليها فوتو ريفيو، وهذه الخاصية تم إطلاقها على فيسبوك وبتتعلق بتنبيه المستخدم عند نشر صور خاصة به دون علمه. للتعرف على هذه الخاصية وكل ما تعلق بها معنا على التليفون الأستاذ محمد عادل وهو مدون تقني، فرحب بحضرتك. أهلا مساء الخير. مساء النور. يعني في البداية عايزة أتعرف على خاصية فوتو ريفيو. الخاصية ببساطة جدا، هو الفيسبوك طبعا من حوالي 2014 لما حد يعني لو حد من صحابك أو أي حد بيحط لي صورة على الفيسبوك بيطلع له سجيشن أو اللي هو اقتراح إن هو يعمل لي تاج في الصورة دي. ولكن الخاصية الجديدة بقى إن هو مش لازم يعمل لك تاج عشان يجي لك نوتيفيكيشن يقول لك إن في صورة ليك اتنشرت. نظام التعرف على الوجوه في الفيسبوك أو الفيس ريكوجنيشن للفيسبوك اتطور جدا الفترة اللي فاتت، خصوصا ان هو لما عمل البيتا دي هو كده هيقدر دايما وبشكل مستمر ان هو يعرف اي صوره يتم رفعها ويكون وشك
باين او متعرف عليه او متعرف عليه فيها. وفي كده هيبعت لك نوتيفيكيشن يقول لك ان في صوره فعلا تم نشرها ليكي على الفيسبوك ومش معمول لك فيها تاج. ساعتها بيكون قدامك حل من ثلاثه، اما انك تختاري ان هو يتعمل لك فيها تاج، وده طبعا هيكون في حاله ان حد من صحابك فعلا هو عامل تاج ليكي او نشر صوره ليكي بس مش عامل تاج. تاني احتمال او تاني اختيار ان انت تعملي ريبورت للفيسبوك ان الصوره دي انا مش عايزه ان هي تكون موجوده اونلاين او على الفيسبوك، وبالتالي ان هو هياخد اجراء ان هو يمسحها. تالت حاجه ودي اهم حاجه، ان هيكون في من حقك ان انت تبعتي مسج لي لرفع الصوره وتطلبي منه ايا كان بقى، تطلبي منه هو يعمل لك تاج، تطلبي منه ان هو يمسح الصوره بدل ما تعملي ريبورت. لو كانت كمان الصوره دي مش ليكي اصلا وان السيستم بتاع الفيسبوك غلط، برضه بتعملي ريبورت تقولي فيه للفيسبوك ان الصوره دي مش بتاعتك، وبالتالي بيتم رفضها يعني. طيب بيتم الرفض قبل نشر الصوره ولا بعد نشرها؟ بيتم رفضها لا بعد نشرها، النوتيفيكيشن بتيجي عشان تم نشر الصوره خلاص. يعني بعد ما بتنشر بالفعل بيتم تنبيه في حاله رفضي لنشرها، بيتم حجبها بعد ذلك. بالظبط كده. طيب آليه التنبيه بتكون شكلها ازاي؟ آلية التنبيه بتكون في شكل النوتيفيكيشن العادي جدا اللي هو بيجي في الجزء بتاع النوتيفيكيشن، سواء على الويب الموقع الالكتروني بتاع الفيسبوك او على النوتيفيكيشن علامة الكرة الأرضية. نوتيفيكيشن بيقول إن في صورة جات لك في الفوتو ريفيو، الجزء بتاع الفوتو ريفيو. أنت بتدوسي على النوتيفيكيشن بيفتح لك الجزء بتاع الفوتو ريفيو ويعرض لك الصورة ويبقى قدامك، إما إنك تعملي تاج لنفسك في الصورة أو إنك بتعملي إجنور أو بترفضي إن يتم عمل تاج، وبتعملي بقى خطوة من الثلاث خطوات أو الخيار من الثلاث خيارات اللي إحنا اتكلمنا فيهم. طيب هل تم تفعيل هذه الخاصيه بالفعل ولا بيتم دراستها حاليا؟ الخاصيه لا، هي الخاصيه خلاص تم اطلاقها رسميا، ولكن تفعيلها بيكون بشكل تدريجي طبعا، لان احنا يعني على الفيسبوك دلوقتي 2 مليار مستخدم، فمستحيل ان هي يتم تفعيلها عند كل المستخدمين في نفس الوقت. نعم. طيب احنا عارفين انه خاصيه التعرف على الوجوه دي موجوده يعني بقى لها فتره طويله، ليه تم اطلاق الخاصيه دي تحديدا في الوقت ده مش قبل كده؟ تم اطلاقها في الوقت ده تحديدا. لو جينا نبص على المشهد بتاع السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي الفتره اللي فاتت، واجهت انتقاد كبير جدا من سواء حكومات سواء مستخدمين فيما يخص ان بيتم عمليات ابتزاز وعمليات نشر صور شخصيه وعمليات نشر صور جنسيه في اوضاع مخله مثلا لبعض المستخدمين تخدش او يعني تضر بخصوصيتهم وتنتهكها، وبالتالي الميزه دي هتخلي ان اي حد يقدر يحافظ على خصوصيته ويعرف ان في صوره فعلا تم نشرها لنفسه، حتى لو حد حاول ان هو يعمل فيك اكونت او حساب مزيف باسمك مثلا على الفيسبوك. قبل كده كان مستحيل تعرفيه الا لو حد مثلا اتصادف ان هو شاف الفيك اكونت ده وجي قال لك، لكن دلوقتي فيسبوك نفسه سيستم اوتوماتيكلي على طول هيبعت لك يقول لك ان في فيك اكونت اتعمل ليكي ورفع صورتك. طب هو يعني مش من الافضل ان ده يكون سابق على نشر الصوره؟ يعني اعتقد ان هو اذا اتنشرت الصوره فحجبها بعد كده مش هيكون له نفس القيمه من لو هي تم حجبها من البدايه بالفعل. خلينا نتفق ان ده هنحدده بعد ما يتم تفعيل الميزه ونشوفها فعلا يعني فعليا في العمل ان هي اشتغلت. ليه؟ لان هو مستحيل السيستم يعرف بشكل مسبق ان فعلا ان الصوره دي ليكي او لا، ما هو ممكن يكون الصوره دي اصلا مش ليكي، وبالتالي ان هو يمنع المستخدم الرئيسي ان هو يرفع الصوره اصلا ده هيكون صعب. يعني ده هيكون كده بنخش برضه في حته انتهاك حريه نشر او انتهاك حريه المستخدم ان هو ينشر اي صوره هو حاببها حتى لو فيها وشوش لناس ثانيه. ممكن السيستم طبعا جدا يغلط، وبالتالي في حاله ان هو هيحجب قبل ما يتم النشر فاحنا كده حمينا خصوصيه مستخدم، بس في نفس الوقت انتهكنا حريه مستخدم ثاني. نعم، الاستاذ محمد عادل المدون التقني، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا 2017 يعني خلاص بتنتهي، أيام قليلة وتنتهي هذه السنة، وبالتأكيد كان هناك أحداث وموضوعات والعديد من الحوادث والأحداث السعيدة والحزينة، وفي الفاصل القادم هنتعرف على كل ما أو أهم الأشياء التي بحث عنها المستخدمون في جوجل في عام 2017. نتابع.
going through, we still have to push forward. Are you ready to shake up the world? It takes an act of love to realize we are all in this together. Guys, join and mobilize with me. I will say it right now out loud. Me too. Me too. Me too. Me too. مشاهدينا، على مدى الشهور القليلة الماضية تم افتتاح مصنع جديد خاص بابتكار وتصنيع أول قسطرة طبية مصرية. هذا المصنع بالتأكيد له فوائد طبية واقتصادية بتعود بالنفع على مصر، وللتعرف على هذا المشروع والجوانب المختلفة لتصنيع أول قسطرة طبية مصرية معنا في تكنو نايل المهندس محمد سعيد المدير التنفيذي للمشروع. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. في البداية، كيف بدأ ابتكار هذه القسطرة وتنفيذها بالفعل في مصر؟ هو القساطر اساسا بدا انتاجها او تصنيعها في العالم سنه حوالي 1982، 25 سنه، وما تمش اي ابتكار فيها على مدار ال 25 سنه غير ابتكارات بسيطه جدا في تعديل القسطره. فاللي حصل ان احنا طورنا تطور رهيب جدا السنه اللي فاتت في القسطره. طبعا احنا بنتكلم في سنه 82، هي نفس سنه تصنيع الموبايلات. شوف حضرتك تطور الموبايلات وصل لغايه فين، والقساطر ما حصلهاش نفس التطور. احنا عكسنا فكرنا عن فكر تصنيع القساطر، ان احنا نسال الطبيب والمريض، بدل ما احنا من يهمنا ان احنا نصنع القسطره ازاي، لا احنا نوصل للدكتور والمريض ونشوف ايه الافاده اللي هو عايزها ونحاول نطلعها له من القسطره. هو اساس الموضوع كان عمي الدكتور محمد سامي، ان هو مسجل الفكره باسمه، وهو طبيب بشري وهو الاساس الفكره، وهو اللي توجه ان يسال الطبيب والمريض هو اصلا على درايه بيه ازاي نعرف نوصل للي هم عايزينه. طيب احنا ليه احتاجنا 25 سنه علشان نقوم بتطوير القسطره؟ يعني هل هو مجال يعني ممكن يكون مش مربح؟ ليه ما فيش حد فكر في هذا العمل؟ الصناعات الطبيه والقساطر بالذات صناعه معقده، مش صناعه سهله. طبعا معظم الشركات العالميه كان كل همها انها تستحوذ على الاسواق العالميه. اي منتج طبي علشان نقدر نخش بيه اي دوله محتاج له تسجيل واختبارات وحاجات كتيره جدا، ممكن تقعد سنه سنتين قبل ما يخش الدوله ديت. فلو قعد يعمل تطوير كتير جدا مش هيعرف يخش دول كتيره ولا يعرف يبيع كتير. احنا بنتكلم على شركات كبرى كل همها طبعا المبيعات الكبيره جدا عشان يعني تعرف تستمر. فبالتالي ومفيش شكاوى كتيره قوي بتوصل للمصنع، لان العلاقه بين المصنع والمريض بعيده قوي. مفيش علاقه، واكيد المريض ما عندوش الخبره والدرايه الكافيه بالظبط يعني. فحتى حلقه الوصل اللي هي الدكتور برضه، كون ان هو يوصل للمصنع ما بتبقاش سهله خالص. فالحمد لله يعني ربنا بقى ادانا فكره ان احنا نوصل للدكاتره ونقدر نعمل حلقه وصل نوصل بيها ايه اللي يقدر يستفيد بيه الدكتور والمريض عشان يتعالج بسرعه. طيب نقدر نقول الفرق بقى بين القسطره في شكلها الجديد والقسطره القديمه ازاي اختلفت؟ طيب هو براءة الاختراع اسمها مالتي تيوب تكنولوجي، وهي عبارة عن أنابيب بنجمعها مع بعض بطريقة معينة، بتبقى قسطرة أنبوبة واحدة من بره، بتبقى أنبوبة واحدة لكنها من جوه بتبقى الأنابيب هيها من جوه متوزعة بنفس التوزيعة بتاعتها. القساطر العادية بتبقى أنبوبة واحدة مقسومة متقسمة من جوه، بتتصنع مرة واحدة
فبالتالي الخامة بتاعتها هي نفس الخامة، نفس اللون، نفس كل حاجة. بيبقى فيها زوايا، الزوايا ديت نتيجة ان احنا بنقسمينها من جوه. الزوايا دي بتخلي الدم يقف او المحاليل اللي يحصل لها إعاقة أثناء مرور المحلول جوه القسطرة. مع الاختراع بقى ان احنا جبنا الأنبوبة نفسها ولحمناها مع كذا أنبوبة، بيدينا تنوع في الألوان في الخامات. الأنبوبة مدورة على مدار القسطرة من الأول للآخر، فبتدي فلوريت عالي جدا. القسطرة ما بتيجي تتني ما بتتقفلش ما تتقطمش. بتبقى مريحة جدا للمريض، كومفورتبل يعني، طرية على الحنينة على المريض، ما بتتعبوش. طورنا فيها الفالفات بتاعتها، القسطره بقى المدخل بتاعها ليه فالف بيمنع دخول الهواء او البكتيريا او اي حاجه بسهوله. بمجرد ان الدكتور او الممرض بيوصل بس المحلول بالقسطره بتفتح اوتوماتيك، اول ما بيشيلها بتقفل. فكل دي تطور احنا عملناه. هل نقدر نقول ان التطوير ده زود من تكلفه تصنيع القسطره ولا قلل؟ زود طبعا شويه من تكلفه تصنيع القسطره، بس احنا هنا عندنا مميزات كتير قوي. احنا المصنع ده اتعرض علينا ان احنا نعمله في انجلترا، وما رفضنا ان احنا نعمل المصنع ده في انجلترا، وانا قلت لا، لازم المصنع ده يتعمل في مصر، بايدي مصريه، الفكره كلها مصريه، الاختراع كله مصري، يعني كله تعمل هنا في مصر. فبالتالي ده ساعد ان احنا نقلل التكاليف، لان التكاليف بره عاليه جدا. والفكره بتاعتنا المكن احنا اللي اخترعناه عشان الصناعه ديت، الاختراع ده ملوش مكن بره. فكل دي قللت معايا شويه في التكاليف، تكاليف التشغيل. فخلتني اتحكم في المنتج نفسه بالظبط. طيب هل نقدر نقول ان ده انعكس على يعني سوق يعني تسويق القسطره في مصر؟ هل بالفعل تم الاستفاده منها بشكل محلي؟ لا، هي القسطره لسه ما نزلتش مصر حاليا من المصنع دوت. احنا حاولنا ننزل القسطره قبل كده، واجهتنا مشاكل وعقبات في السوق المصري. للاسف انا بقول الكلام دوت لان هو نزلنا وبعنا ووصلنا لدكاتره وخدوا جربوا المنتج، وانا نفسي نزلت اشرح لطبيب ازاي القسطره دي بتستخدم، لان فيها تكنولوجيا مش هيعرف يستخدمها بسهوله. فللاسف طبعا الفيدباك اللي بيجي لا احنا. طب في رايك ازاي نتغلب على الصعوبات دي؟ يعني ازاي نقدر نحل المشاكل دي؟ لا دي انا دي كلتشر لازم تتغير. انا منتج مصري بنزل بقول لك ده فيه هنا حاجه مش موجوده في القساطر الاجنبيه. يقول لا القساطر دي مش اكيد مش كويسه. حتى بعد ما بتوضح انه المنتج بتاعك بيتم تسويقه في الخارج وبيتم استخدامه بنجاح. طبعا يعني هي بتبقى بقى يعني لا احنا لازم اسافر المؤتمر الفلاني، اسافر مش عارف ايه عشان ابتدي اعرف منتجك يعني. فطبعا انا اتضايقت جدا وقلت له لا يعني. وبعد ما نزلنا المنتج السوق الناس بدات ترفض تشتغل بيه، لان هم كلهم عايزين حاجه واحده، متخوفين. يعني هم مش متخوفين من المنتج، هم رافضين المنتج اساسا من قبل ما يشتغلوا بيه. طب ازاي تم قبوله في الخارج؟ يعني ازاي اتعاملوا معاه في الخارج؟ هو ده بقى السؤال، ازاي الخارج قبل منتج زي دوت وهنا في الداخل ما قبلش؟ واللي الخارج عندهم نظره يعني. احنا لو طلعنا معرض، رحنا عرضنا المنتج في المعرض، وكان المنتج دوت كان معرض في اوروبا، وكان صاحب الشركة الإنجليزية كان ماشي في الممر، وكان عنده زي دروب في الشركة ان هو عايز يغير الشركة اللي بيتعامل معها في بيع القساطر. انتوا في البداية كنتوا بتقوموا بتصنيعه بنفسكم بدون شريك أجنبي؟ وما زال في مصنع موجود في العاشر من رمضان، بس بيصنع القساطر بالتقنية العادية. انما التقنية دي تقنية مصرية خالصة، مفيش في العالم كله مصنع بيصنع القساطر اللي هي المالتي تيوب دي غير المصنع ده بس اللي موجود في مصر. الراجل هو ماشي معدي يعني شاف كده شركة مصرية، تخوف بصراحة ورجع تاني. كانت مراته ماشية معاه، قالت له لا طب ما نرجع احنا عدينا، تعال نطلع نشوف. أول ما دخل قال إيه الجديد عندكم؟ قال له الجديد عندنا القسطرة اللي هي المالتي تيوب تكنولوجي. فبدأ يبص للقسطرة، شاف كل المميزات اللي أنا قلتها لحضرتك دي، شافها قال لي لا دي حاجة أول مرة أشوفها في عالم القساطر، يمكن ده اول تطوير فعلي للقسطره اشوفه من 25 سنه، لان هو خبرته كبيره جدا. وقال لك لا انا عايز اتبنى المنتج دوت، وانا اللي هسوق له وانا اللي هعمل له كل حاجه. انا شايف ان المنتج ده فيه افاده رهيبه للبشريه في العالم كله، واحنا لازم نهتم بيه. ومنها جينا للشراكه اللي موجوده حاليا، المصنع اللي هو في مصر هنا، علشان ننتج منه القسطره اول تكنولوجيا مصريه خالصه في تصنيع القساطر الطبيه، وبيصدر حاليا بالكامل الى اوروبا وانجلترا.
طيب خطة الإنتاج لتسويق القسطرة والانتشار في جميع أنحاء العالم، في خطة معينة وضعينها للوصول لهدف معين؟ طبعا في خطة موضوعة في المصنع، إن احنا إن شاء الله على مدار 5 سنين هنبيع كميات كبيرة جدا. الاستثمار توصل حوالي 20 مليون دولار في مصر بصناعة القسطرة في المجال دوت، يعني مجال المالتي تيوب تكنولوجي، وأنا شايفها دي حاجة يعني قوية جدا يعني. كنت متوقع النجاح الكبير ده للقسطرة في الخارج؟ لا بصراحة ما كنتش متوقع دوت، خصوصا العقبات اللي أنا شفتها زي ما قلت حضرتك، عقبات التصنيع. أنا شفت بعيني في حفل الافتتاح المصنع على وجوه كل الناس اللي حضرت الافتتاح النجاح الحمد لله اللي احنا عملناه. احنا حقيقة النجاح مش في منتج أو في براءة اختراع بس، هو النجاح في مصنع كامل متكامل بيصنع القسطرة من الألف إلى الياء بأيدي مصرية. طيب ماذا عن الأيدي العاملة في المصنع؟ هل هي أيدي عاملة مصرية 100% ولا في 100% بعض الخبراء؟ 100% يا فندم، وكلنا شباب، كلنا تحت 35 سنة حاليا. أنا عندي 125 عامل، وإن شاء الله في كل سنة حسب خطط الإنتاج والتطوير اللي محطوطة هيبقى في تزايد مستمر. حجم الاستثمارات اللي حاليا 5 مليون دولار، وإن شاء الله توصل ل 20 مليون دولار. طيب في رأيك ممكن تكونوا يعني حافز لفتح مصانع مشابهة أو لإحداث نوع آخر من التطوير في المجالات الطبية؟ ما طبعا هو ده اللي أنا أتمناه، لأن احنا في حفل الافتتاح وجهنا دعوة للوزراء والمسؤولين إن هم يشوفوا اللي احنا عملناه. احنا الحمد لله مش محتاجين حاجة من حد، احنا عملنا المصنع وصدرنا ومنتجنا في مستشفيات، أكبر مستشفيات إنجلترا وألمانيا والسويد كل حتة. نكون عايزين الناس تشوف عشان تعمل اللي حضرتك قلتيه حاليا، بس ما لقيناش دوت. أعتقد أنه يعني مع استمرار النجاح والإصرار على الإنتاج والنجاح في الخارج حتى، يمكن يكون ده حافز، وبالتأكيد هيأثر كمان على المجالات الاقتصادية الطبية. يعني طبعا أكيد بننتظر فتح يعني مصانع ومشروعات. هو ده اللي احنا عايزينه حضرتك، احنا قلنا هنعمل المصنع في مصر وهنعمل منه إن شاء الله 2 و3 و10. إحنا عايزين نبقى في مصر، وعايزين مصر تبقى قاعدة صناعية طبية في مجال الأساطر والمستلزمات الطبية، ونبقى إن شاء الله بدل ما كان العالم بيقودنا في صناعة ما، لا إحنا اللي نقود العالم، وده مش قليل أو مش بعيد، ده قريب جدا، لأن إحنا عملنا ده أوريدي على أرض الواقع. وإن شاء الله مع التطوير اللي هنعمله هنفتح مصانع تانية في مصر، كلها في مصر، مش مفيش مصنع هيتم افتتاحه في مصر. مش هفتح مصانع بره، أنا موجود في مصر وهفتح في مصر أي مصنع في مصر. أنا التكنولوجيا اللي عندي دي بتاعتي أنا كمصري تخص مصر. بالتأكيد يعني بالعمل والمثابرة مشروع القسطرة الطبية المصرية هيلاقي نجاح كبير وقبول من السوق المصري بإذن الله. وفي نهاية الحوار أنا بشكر المهندس محمد سعيد المدير التنفيذي لمشروع أو القسطرة الطبية المصرية. شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا يتبقى معنا تقرير خاص بالفرق الموسيقية، وهي فرق موسيقية من نوع خاص، ولأن كل العازفين في هذه الفرقة هم من الروبوتات. هذه الروبوتات تستطيع العزف على كل الآلات الموسيقية. للتعرف على هذه الفرقة في هذا التقرير، على أن نلتقي في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من تكنونايل. إلى اللقاء. لم يعد عزف الموسيقى مقصوراً على الإنسان فقط، بل امتد إلى الآلات أيضاً، حيث استطاع العازف الألماني بوريس لوبهي جيبسون أن يقود فرقة موسيقية من الروبوتات، حيث فوجئ جمهور مهرجان فرانكفورت للموسيقى بظهور فرقة موسيقية مكونة بالكامل من الروبوتات. ولقى عزف الفرقة الموسيقية قبول لدى الحضور بسبب الدقة في الأداء وعدم حدوث الأخطاء المعتادة في العزف التي تحدث في الحفلات. والفرقة مكونة من 4 عازفين، وتم تصنيعها بالكامل من معادن. وسبق لهذه الفرقة أن قدمت عرضاً في مهرجان للموسيقى الميتال في أستراليا قبل عرض المهرجان الألماني. ويرى جيبسون مؤسس الفرقة أن العازفين أقوياء، لذلك هم يتناسبون مع طبيعة موسيقى الميتال الصاخبة.